Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak milik T.A.T.P.K.M.S.A.L.D.USLA Pada pagi hari ini kita kembali menghafal surat Al-Insiqaq Dan surat Al-Buruj Ikut bapak mudah-mudahan kita hafal Dan dapat memahaminya dengan baik Na'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim samaun Sakot Wajinat Wa hukot وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهكت يا أيها الإنسان إنك كاره إلى ربك قد هم فملاكي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وروء جُهْرِهِ فسوف يدعو سبوره ويسلى سعيره إنه كان أَهْلِهِ مسرور إنه جن أن يهور فلا كبجم السبق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طباق من طبق فما لهم لا يؤمنون فإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يؤمنون فبشرهم بِأَجَابٍ أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعودا وشاهد وَمَسْهُودَ قتل أسباب الودودا النار ذات الوقود اسهم عليها كؤودا وهم الا ما يمألون بالمؤمنين شهودا ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميدا الذي له ملك السماوات والأرض واللوم على كل شيء سهيلا الذين بدلوا المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم مجاب جهنم لهم مجاب الأريك الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير أبتصرف بكم لتزيد إنه هو يويل وهو الغفور الودود جل الأرس المجيد فأنقل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تهذيب وَاللَّهُ من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته